التنين. هذا المركب يكون لونه أحمر، يعني هذا اللون الحمار هو دليل الكاشف أو الرنج مالت اليوريك أسيد اللي أنا أعتمد عليه بالتيست مالتي مال اليوريك أسيد. فهاي المعادلة يقول لك اليوريك أسيد زاد الـ O2 زاد 2H2O اللي هو هيدروجين البروكسيد ويا وجود اليوريك كيس راح ينطيني شنو؟ ينطيني الأنتوين والH2O2CO2، ينطيني ثنائي أكسيد الكربون وينطيني هيدروكسيد الهيدروجين. وبعدين شرح يصير عندنا هاي AA هو حامض اليوريك أسيد ويا هذا المركب اللي هو يعتبر إنزيم ويا البروكسيديز ويا موجود عندنا هذا هما قلنا H2O2 هو يعتبر شنو؟ إنزيم، يعتبر إنزيم. راح ينطيني هذا المركب اللي قلنا عليه يكون معقد كومبلكس ريد اللي هو مهم جدا بمعتنى التحاليل التست مع اليوريك أسيد. فيعني يقول لك اليوريك أسيد يكون لما يزيد التركيز مالته concentration of the sample بالتر، يعني راح يزيد اللون مالته، إذا زاد الحمر مالته يعني صار أحمر طوخي مثل اللون الطماطة، معناته إنه هذا البيشنت عنده يوريك أسيد يعني مالته مرتفع. فأنا من اللون أقدر أشخص وأعرف إنه البيشنت مالته يعني هو عنده اليوريك أسيد عالي أو منخفض. فالسبيسم اللي عندنا العينات لازم ناخذها يا اما من السيره او البلازما هيبارين، يعني البلازما خلى كمها هيبارين بين قوسين، يا اما يعني يستخدم التيوبه اللي بيها ماده الهيبارين حتى يتجلط الدم ويبقى على شكل سائل مثل البلازما. فاحنا هذا البلازما اصلا والهيبارين اللي التيوبه احنا نستخدمها، احنا قلنا شغلنا كله وين يكون؟ على السيره، يكون التوبة مالتنا هي بلان تيوب، تيوب خالي أي شيء ما بي أي مواد حافظة. أني آخذ أسوي له سنترة وآخذ من عنده السيرم. يقول لك شلون أني أقدر أقيس اليوريك أسيد إن ذا سيرم أو البلازما؟ إذا أخذت اليوريك أسيد من البلازما أو من السيرم، فأني أقدر يعني بعد أيام درجة حرارة أنا محتفظ بيها من 2 إلى 8 سيليزية أقدر أشتغلها، يعني إذا محتفظ بيها وراء أيام بدرجة هاي معي أقدر يعني أحسب من عندها اليوريك أسيد، أو أقدر أحتفظ بها لحد 6 أشهر، 6 مونث يعني ده 20 درجة سيليزية. زين؟ واضح طلاب؟ دكتورة؟ نعم. سؤال. تفضل. دكتورة يعني هسه إحنا التركيز مع الحامض اليوريك. اليوريك أسيد. اليوريك أسيد. يعني على درجة اللون الأحمر بالمركب بنحسب؟ لا لا، يعني أنت يعني كبيولوجية إذا شفتي هذا اللون صار طوخ تقدرين أنت تنزلي تعرفين إنه هو عنده اليوريك أسيد صاعد، بس أنت ما تقدرين يعني تعطي اللون. أنت عندك جهاز سبكتروفوتوميتر وتكملين مالتك يعني التفاعل وتنتظرينه وتقيسينه الامتصاصية مالته وتطبقين القانون. يعني بس أنا يعني كتوضيحي، يعني أنت من اللون تقدرين تميزين يعني من اللون صار طوخ معناته هو عنده يعني فد خلل. زيادة. أوكي. أوكي. هسه عندنا هسه هاي البيالة اللي تجينا ويا الكيت، البلكيت العدة. شو يكون بها؟ عندنا البيال R1 يكون بنا إنزيم اللي أنا شرحت لكم إياه ووضحت لكم إياه بالمعادلات. يعني هاي المعادلات ما مطالبين من عندها، بس أنتوا لازم يعني بيولوجيين ومختبر لازم تعرف أنت هذا الكيت وهاي البيالة شنو محتوياتها. فيعني كهذا بس إنه أنتوا تعرفون شنو المكونات مالتها، ما مطالبين بحفظها. بس تعرفون هاي كمعادلة بس، يعني كفيالة رقم هذا تعتبر هي إنزيم، فيالة رقم 2 تعتبر هي بفر، شلون أسوي يعني شلون أبدي أول شيء أحضر. أنا من فتحت الفيالة رقم 1 إنزيم والفيالة رقم 2 وسويت لهم مزج وسويت لهم ماكس، مزجتهم أنا أثبت عليهم التاريخ اليوم اللي فتحت بيها، مثلا يوم إحنا 24/5 أسجل فتحت إنه 24/5 24/6 بعدها هي ينتهي، بعد ما أقدر أستخدمها وراء 24/6، هي شهر تنتهي صلاحية هاي الفيالة، شهر 1 من تاريخ فتح الأبوات. واضح طلاب؟ فهذا الفيالة هم نفس ما إحنا بالمعادلات وضحنا إنه هذا يتكون من سداسي البوتاسيوم اليوريكيس البروكتيس إي إن ينو إنتو برين، هاي كلها مطيقون فد نسب يعني ما تحتويه هاي الأبوة اللي موجود داخل الكيت. والفيالة تو هذا بفر قلنا هو شنو؟
داي كلور كلوروهيدروكسيد بنزين سولفيت، همين سبته ومطين نيترس مالت البي اتش 8 وبدرجه حراره 25 سيليزيه. الزياره رقم 3 الستاندرد، هذا الستاندرد اني حتى اقدر اطبق القانون مالتي واخذ من عنده التركيز، والتركيز مالته موجود وين؟ على الفياله، يكون تركيزه 10 ملي جرام ديستليتر. هذا احفظه هاي العشره، احفظها حفظا هيك، يعني من اجي اطبقها هاي انا منتهي من عندها، من اجي اطبق القانون مو ادخ اقول هذا تركيز الستاندر وين، انت حافظه. اوكي طلاب، هسه انا اريد من عندكم، اريد اعرف من عندكم انه احنا بالكليكوز هم انا اخذنا تركيز الستاندر، كان ايش قد تركيز الستاندر بالكليكوز؟ من طبقنا همين المعادلة وطلعنا تركيز الجلوكوز، ايش قد كان تركيز ال تذكروه؟ اللي يجاوبني إلى درجة. دكتورة ستة تركيزة؟ ها؟ عشرة؟ ستة؟ لا مو عشرة. مية دكتورة؟ أي مية. شو اسمك انت؟ دكتورة عاني قلت مية قبل، انا سمعت عشرة قبلها، يلا مو مشكلة قلنا اسماءكم هنا ناس، بس انا سمعت عشرة. لا مو انا تبارك قالت عشرة. اوكي اسمك مريم؟ اي. والولد اللي جاوبني حسين؟ حسين علي دكتور. اوكي حسين ومريم تركيزه كان 100، هذا التركيز اني احفظه، تركيز الجلوكوز 100 بالستاندر، يعني انا راح اطبقه بالقانون حتى اطلع تركيز الجلوكوز اللي انا اريده. الستاندر اني حافظته اخليه بالمعادله حتى اطلع اكمل الحسابات مالتي. واضح طلاب؟ هسه هاي الفياله انا عرفتها، وهذا الكيت، وكل كيت تجي وياه، يعني تجي وياه قائمه طريقه البروسيجر مالته وياه، بس هذا كنسبة تركيز الستاندر تكون 10، هاي حتى أطبق وأطلع باقي التركيز اليوريك أسيد. هسا عندي البروسيجر شلون راح أبدي أطلع الباقي القيم، شلون راح أسوي؟ أول شيء عندي البلانك وعندي السامبل وعندي الستاندر، بهاي الطريقة راح أبدي أحضر ثلاث تيوبات. أول شيء أنا إيش أسوي؟ أنا سحب البيشنت مالتي العينة من عنده ماخذتها، وأهم شيء إحنا وصلينا قلنا لازم تكون هوماليسز، لأن الهوماليسز راح يسوي يعني شلون راح تزيد من نسبة من التركيز، يعني شلون تعطيه فد غلط بالتيست مالتي راح تزيد من عنده، يعني مثلا إذا هو أقل من السبعة راح تعبر لنهاية الكريات الدم الحمراء، راح تزيد نسبة الـ يعني من الـ يعني شلون من قيمة التيست. فأنا لازم أتأكد إنه مالتي البيشنت صاحبة الدم عنده بصورة صحيحة مو هيمولايسيس، أهم شيء إنه هي مو هيمولايسيس، لأن هاي الهيمولايسيس راح تأثر على النتائج مالتي. واضح طلاب؟ قلنا أنا راح أحضر ثلاث تيوبات بعد ما أنا أقمت البنج مالتي وحضرت مالتي التيوبات وعلمتها اكتب عليها البلانك والسامبل والستاندر، راح ابدي ثلاث تيوبات ثلاثتهم راح اضيف بيها واحد مول للبلانك وواحد مول للسامبل للبيشنت اني اللي اني اريد اشوف ايش قد تركيز اليوريك اسيد مالته، وللستاندر همي انا اخلي له واحد مول. واضح طلاب؟ اني البلاك اريد اصفر، هذا البلاك انا ايش استفاد من عنده؟ اريد اصفر بيه الجهاز حتى اعرف يعني انه اليوريك اسيد اقيسه بطول موجي يكون 520. احنا الجلوكوز بايش قسناه؟ بيا طول موجي قسناه بال500 نانومتر، هذا نقيسه بال520 نانو. واضح طلاب؟ على طول موجي. فانا بالبلانك راح اصفر الجهاز السبكتروفوتوميتر، من صفرته وثبتته على 520 الطول الموجي اللي اقيس بيه اليوريك اسيد، ابدي اقيس مالتي الستاندر. الستاندر انا شغل عندي خلى بالتيوبه واحد مول، اجي اخذ من العبوه مال الستاندر اخذ من عندها 25 مايكروليتر، اخي اخذ بالبايبيت واضيف على الالف اللي انا ضفته بالتيوبه مالتي الستاندر، انتظر اسوي لها ماكس وانتظر خمس دقائق بدرجه 25 سيليزيه. سويت لها ماكس وانتظر تكون خمس دقائق درجة 25،
واضح طلاب؟ وبعدين ايش اسوي؟ اخذ من السيرم مالتي مال البيشنت، اضيف لهذا الواحد مله اللي خليته بالتيوبه، اضيف لهم 125، وانتظر اسوي له ماكس، وانتظر الوقت حتى يصير التفاعل. ابدي انا قلت انا صفرت الجهاز بالبلانك وخليت الطول الموجي مالتي مال اليوريك اسيد اللي هو 520، ابدي اقرا قراءاتي، ابدي اقرا الامتصاصيات، الامتصاصيه مالت السامبل والامتصاصيه مالت الستاندر. انا ايش اريد؟ انا اريد تركيز اليوريك اسيد، يوريك اسيد كونسنتريشن. فاني لازم ايش اسوي؟ انا سويت باليوتيوب ايضا، ايش خليت مال السامبل ومال الستاندر. السامبل ابدي اقرا ايش كيف طلعت لي، اسجلها يمي بالورقه، اجي بعدين اسوي الامتصاصيه مالت الستاندر، ايش كيف طلعت لي الامتصاصيه مال الستاندر، همين اسجلها يمي. والتركيز الستاندر انا عندي موجود على العبوه اللي هو 10 ملي جرام للديستل واللتر. واضح طلاب؟ نعم دكتوره واضح. يعني هسه احنا الطريقه تقريبا هي نفس طريقه الكليكوز، بس اللي يختلف انه هناك انا اخذت بالستاندرد ايش قد 10، ما اخذت 25، وكان تركيز الستاندرد هناك ايش قد 100، هنا انا 10. يعني كل كيت الى يعني الى تركيزه والى الكميه اللي اقدر اخذها من الستاندرد، بس يبقى شنو كخطوات مثلا واحد مول هاي انا يعني نفس الخطوات تقريبا والقانون نفسه، بس تختلف التراكيز الستاندر والامتصاصية، كل واحد امتصاصيته اللي تطلع لي بالجهاز أثناء القراءة. وأني كل تيست إلى قراءة بالسبكتروفوتوميتر. واضح طلاب؟ نعم دكتور واضح. احنا هسه اخذنا بعض الامراض اللي بالبدايه من عندها، قلنا الجوتا اللي هو مرض النقرسه او داء الملوك. ليش سموه داء الملوك؟ لان اكثر الملوك دائما اكلهم يكون كله لحوم هاي، فسموه داء الملوك. فهسه انا اريد من عندكم هوم وورك انه انا شلون يعني اقي المرضى اللي بيهم يوريك اسيد، يعني هو مثل بيغوتا هذا مرض داء النقرسه، شنو الوقايه من عنده؟ يعني انا ما اعرف شنو هذا المرض وشنو اسبابه، بس الوقايه مثلا يعني شنو لازم يتناول؟ خضار، يعني فاكهه طازجه، يقلل من تناول اللحوم، يستخدم زيوت او دهون صحيه، يتناول يعني كميات كبيره من الماء حتى هاي الاملاح واليوريك اسيد ينزل خلال يعني اليورين. يعني فد يعني شلون اني يعني اسوي له فد نوع من الوقايه؟ واضح طلاب؟ هذا اللي انا طبعا عندكم، بس ما اريد يعني هيك هو اقول لك خير الكلام ما قل ودل، يعني من صلب الموضوع اريده، يعني ما اريد خارج، يعني هو نفس الموضوع، يعني هذا الجوتا شنو الوقايه من عنده؟ زين، انه يقلل من الاكلات الدسمه، انه يعني يكون على سوء البقوليات والحمص يعني نسبتها قليله، انها تعتبرها من نوع من البروتينات وسبب هذا، يعني يقلل من الكبده، المخ، السلمون، هاي السردين، هاي يعني نوع من الاسماك تكون بها من نوع اليوريك اسيد يكون عالي. هسه واضح الهوم وورك مالتكم؟ هذا الهوم وورك عليه 10، الحضور عليه 10، التفاعل داخل الكلاس عليه 10، هذا كله درجات، يعني مو انه بس درجه الامتحان وخلاص، هذا كله الى حسابه. فانتوا حتى تاخذون يعني درجه زينه لازم انتوا يعني كنتوا بالهذا تحضرون وتجون، يعني هسه ليش بالكلاس يعني يكون عددكم قليل؟ ما اعرف، المهم هو كله عليه درجه. فاني بحدثت لكم كانت بس رفل هي دازت لي الهوم وورك، من نزلته يلا دزيتوا لي البقيه. دكتورة بس الهوم وورك شلون تريدي؟ كبي دي اف او كورقة؟ اي شيء، حتى ورقة اي شيء، بس تكتب اسمك والمجموعة والمرحلة، مسائي لو صباحي، لان ابقى بس ادور، لان هذا كله يعني اشيك لكم اياه واحسب لكم اياه، يعني مو محسوب، هذا كله لكم يعني درجة وتعب، وحتى تقومون العلمية مالتكم، يعني هسه انت من عرفت شنو الفرق بين التايب 1 والتايب 2، هذا الك، يعني انت من البيولوجي وتوقف بالمختبر ويجي يمك يسوي التحاليل، فانت تعرف شنو نوع هذا السكر، وتعرف يعني حتى بامكانك بالمستقبل انه تقدر تعطي علاج، يعني انت تعرف هو شنو صار عنده وشنو اللي يعاني من عنده، مثلا اذا صاعد او نازل، اي حتى ما يحتاج بعد يروح لهذا، بس بعد يبقى هو كل واحد واختصاصه.
شاء الله. واضح؟ هسه انا اريد بعد من عندكم تنطوني اسماءكم.